صباح الخير يا حلوين، باركولي انا رح اتجوز ياي، انا كتير مبسوطه. شو هالخبر يا الحلوه؟ احكي له كيف وامتى. امبارح شافتني مره كبيره وعجبتها كتير وطلبتني لابنها. قديش عمره؟ احكي لي. عمره 20 وهو حلو، وبكره انا بتجوز وانتو بتضلوا بالمدرسه. وبعد مرور شهرين امي ولا ساوي فنجان قهوه مثل ما عم بحكي. بس انا ما بعرف ساوي قهوه. بدي ولا امي ساوي فنجان قهوه؟ انا عمري 13 ما بعرف ساوي قهوه. رح يجي العولين عن بيت اهلك بتطالق. شبك يا بنتي؟ خير ان شاء الله. شو مالك؟ جوزي اليوم ضربني وبهدلني وكمان طلقني. ولي على حظك يا بنتي. انا بدي ارجع على المدرسه يا ماما، بدي ارجع على المدرسه. انا تعبانه كثير وحاسه بوجع، خايف يكون حامل. احكي لها لا تخليها تسحبك على العياده. ما تخافي انت، ما طلعتي حامل، لانه الحمل في هذا العمر له مخاطر، لانه جسمك صغير ومو مكتمل للنمو، بس لازم تحافظي على صحتك. الحمد لله هلا انا بقدر ارجع تعليمي واكمل حياتي. نادين، ضحى، هدى، آلاء.